بسم الله وعلى بركه الله نبدا كل التفاصيل مع الكسندر. يلا وكمان الاسئله اسالي وقوي قلبك وروحي على الشرق وعلى الغرب زي ما بدك جاهزين. يلا اذا خلينا نبلش مع اول طبق معنا لليوم، شاورما مكسيكيه. بنحتاج لهالطبق لحم مفروم او مقطع شرايح، بصل مفروم، زيت نباتي، بقدونس مفروم، وبندوره مفرومه. كمان بدنا فاصوليا حمراء معلبة، ذرة معلبة، فلفل رومي أحمر، جبنة الموزاريلا المبروشة، وجبنة التشيدر المبروشة. كمان بدنا معجون طماطم، بهار السيزن أو بهار مكسيكي، زعتر ناشف، ملح، وخبز التورتية. هدول صح. هم اللي بنحتاجهم لنعمل الشاورما. هلا احنا على الطريقه المكسيكيه انه خبز التورتيلا بنقدر نبدله بشراك، بنقدر نبدله بخبز لبناني، بنقدر نبدله بخبز عربي زي ما بدهم. في الخبز بين الطابون وفي الثاني العصاج بس شوي بيجي اخمل، هو بين البنين. في خبز اسمه لافاج شوي بيروح على الفرنسي، فاحنا طالما بنقول مكسيكان معناته انا راح استخدم بكل سعاده وتالق راح استخدم اللي هو خليني احكي التورتيلا. تمام، هون عندي لحمه. بتقدروا اي نوع من انواع الخبز تستخدموه، يعني الخلطه اللي بتعملوها بتقدروا تحطوها باي نوع خبز. هينا احنا صرنا موجودين معاكم كمان على اللايف على صفحه يوم جديد لكل الاشخاص اللي حابين انهم يتواصلوا معنا. صبحوا علينا، نصبح عليكم، او تسالونا اي اسئله. كمان شوي بتظهر كمان ارقامنا على اسفل الشاشه لكل الاشخاص اللي حابين يتصلوا معنا ونسمع صوتهم. صحيح. الحلو. هلا احنا بدنا نعمل حشوه الشاورما. تمام. هلا حشوه الشاورما بدها لحمه، اللحمه ممكن احنا نقطعها بيف ستروجانوف تكون سلايز او شرايح بالطول زي ما احنا بنعملها، ممكن نعملها شرايح ستيك، وممكن نسويها فرم خشني. انا سويتها فرم خشني لحتى تمتزج مع كل المكونات. ايش اللحمه؟ عجل الخروف. عجل الخروف. انا عجل الخروف ميكس لعيونك. هو ده يعني الخروف بتطلع بالخير كثير اسمه هيك، الميكس جميل صراحه. هلا هون انا حطيت زيت نباتي وبصل مفروم. اللحمه دائما بنحطها زي ما هي بالبان او بالمقلايه، هاي الدهنه اللي عليها زي ما انتم شايفين دهنتها، عشان هيك انا بحط معها خروف، ما حطيت زيت، ورشه من الهيل بسحب منها كل السوائل. تمام. وبعدين بعد ما اسحب منها سوائلها ببلش اجهز للحشوه. الحشوه هون في عندي انا شويه بصل عم بقليه شوي، عم بدبله، بعدين رح انزل عليه مباشره. انا ما بطبخ طبخه، بس بدي تشويحه بسيطه. ذره معلبه، فاصوليا حمراء بشكل سريع. خلينا نشوف على الهواء كيف ممكن تحط لنا المكونات، وانا اصبر عليكم. ناديه قرقش، عمر رحاحله، نسيم بني سلمان، احمد علمات، وليد العباسي، ماجده مزاهره، انشراح حباشنه، أماني دحلة، يسعد صباحكم جميعا، أم رامي كنعان، ريال قصراوي، أم مثنى الوليدات. يلا هاي الأرقام عم تظهر أسفل الشاشة، هاي زي ما أنتم شايفين. تقدروا أكيد تحكوا معنا باتصال الهاتف نسمع أصواتكم الحلوة. تمام. إذا قلينا البصل مع الذرة والفاصوليا، هلا رح انزل اللحمه عليها. وحكيت اني انا حطيت لحمه خشنه مفرومه ضربه واحده على المشط الخشن، تحكي للحام اعمل لي اياها خشنه للمحاشي عشان تنفدي من انه يضرب لك اياها ضربتين وجهين على الماكينه. وبعدين رح اقليهم مع بعض بهالشكل. هون قلت رح انزل عليها معجون طماطم معلقه واحده، او اذا بدكم الصح حطي صلصه بيتزا. يا سلام. ميكس رهيب. طعم كثير. على العجينه قبل ما نحط باقي المكونات. اوكي. بس اذا ما عندكم هاي صلصه طماطم. ام حسين عبد الله، صباح الفل. كمان نجاح عوده، اثيل الناصر، ام حمزه عاشور، ادريس ججين، يسعد صباحكم. منار يوسف، زيد الطايمات، فراس بكري، ام عبد الله زيود، ام محمد الفراهيد، اسد الريان، ام رعد الرواشفه. يعني صباح الخير للجميع. يعني بنحكي عن الشاورما صراحه، الشاورما ما بيختلفوا عليها اثنين، يعني اغلب الناس بالشاورما، عشان هيك بتلاقوا في محلات شاورما بين كل محل ومحل شاورما في محل حلوه هاي.
وما شاء الله الكل يعني له رزقته والكل بيشتغل لانه الناس فعليا بتحسها شيء وهي اذواق ومميز يعني اذواق سبحان الله. في ناس متعوده على محل معين بس يغيرها بقول لك راح طعم الشاورما سبحان الله سبحان الله صح. فهاي الشاورما طريقتها مختلفه عم نحكي عن كمان ممكن يكونوا عندنا الاولاد بحبوا هاي الاشياء ما بنعرف كيف بدنا نشكل لهم هاي سندويشات غير شكل. يلا ناخذ اتصال معنا قصي. صباح الفل يا قصي من اربد. صباح النور. اهلا وسهلا كيفك يا قصي؟ الحمد لله. تحب الشاورما؟ بحبها. بحبها. هاي اليوم شاورما مكسيكيه. زاكي. يلا هاي الشيف علا معك. يا قصي صباح الخير. صباح النور. اهلا يا بطل كيف حالك؟ عندي كل شيء بتعملي زاكي. عملت لك ماما اشي منهم؟ طيب. عملت لي شاورما. شكل الشاورما ماخذ عقلك يا قصي. صح؟ يلا تابع معنا الشاورما وسلم لي على الماما. شكرا يا قصي. دائما اي اشي مكسيكان بنروح نستخدم فيه التشيدر الاحمر. كثير ناس ببعثوا لي هو لونه اورنج ليش بتضلك تقولي احمر؟ هو هيك اسمه في عالم الاجبان. في عندي تشيدر ابيض لونه عصفار وفي عندي تشيدر احمر. الاحمر اللي هو هذا الاورنج هيك اسمه يعني مش مني. اوكي تمام. راح نحط شوي موزاريلا وبدك تحطي كميه كرمال. ملاحظين انتوا الكميه؟ ما انا شايفه. انا شايفه. يس. راح احط كمان شوي من الحشوه. شفتي معجون الطماطم بيعطيها مزازه هيك زاكي ما بنكتر. لكل الكميه تقريبا حطيت معلقه كبيره. وبعدين رح احط شويه بندوره وكمان رح انزل عليها شويه فلفل رومي احمر وحطهم. انا عجبني على فكره يعني معلش اعلق على شغله على موضوع اللحمه. عجبتني انك اوكي انت حكيتي لهم انه اختياري بيقدروا يعملوها شرائح بيقدروا يعملوها مفرومه بس تعرف المفرومه اسهل يعني اسهل للاكل مع مع اللقمه بالضبط للاكل وبالمكونات كلياتها بتكون ظابطه فحبيت انه هلا انا عندي الحشوه ثقيله كل ما انا لفيت رح تهرب مني الاطراف صح زي ورقه الدوالي ترى اللي مش شاطره بلف الدوالي تدبر حالها. ها شوفي رح امسك بروس اصابعي وامسك الحشوه احشرها من هون وبعدين اضل الف. شوفي عم برقع الخبز على بعضها كرمال تمسك الحشوه عندي واهيه منيحه تمام. اضغط عليها بهالشكل بنروح على السب على المقلايه اي مقلايه غير لاصقه جريل وجبي لك اتقل طنجره بالبيت اضغط عليها او بعضلاتك بتمشي الامور. شايفين كيف ما احلاها بتصير. تمام رح نجيب بخاخ من الكسيح على المقلايه او على السب من فوق. على فكره هذا بخاخ ما في ادهني الخبزه بايدك بتحط عليها نقطه زيت بتدهنيها بهالشكل وبعدين بتغطيها. ألف لك كمان واحدة حابة؟ اسمع أنا ما كنت جوعان. جاعت الروايح. طيب نذكر شغلة سريعة حسيت إنه الخبزة في منها كمان مرة للتذكير للي ما بيحضرنا كل يوم غير الأحجام. في أحجام بس أنا جبت الحبة الكبيرة جبت الكبير أنت حبة شاورما. طيب في الوجه اللي هو شبه ني الأبيض هيو وفي الوجه المحمر زي ما اتفقنا دايما بلف هون هذا بخبيه هذا اللي رح يجي على الشواية كرمال شو ياخد النار وكمان تلحق الجبنة تسيح. اتفقنا يلا لأنه هذاك نوعا ما كأنه محمر فأنت يلا كرمال لأنها جوعانة رح أعطيكي ديليفري للسيارة كمان. أيوة عمي وليد نمري يسعد صباحكم. يا ريت الكل معانا صراحة. إبراهيم سليم تسلم يا رب. مريم الخطيب. محمد صباح الخير. رجاء بدوية. ام تائر صباح الخير. ومعنا اتصال. الو الو الو. ايوه الو. اهلا وسهلا مين معنا؟ نور. نور كيفك يا نور؟ تمام. دي عمرك؟ سمعان يا نور؟ 18. طيب وطي صوت التلفزيون شوي واسمعينا بليز من التليفون. تمام. يلا نور بتساعدي الماما بال بالاكل؟ اكيد. ايش عملتي انت وياها؟ كل شيء. كل شيء؟
طب هاي شيف علا معك اذا بتحبي تحكي. الو صباح الورد. هلا صباح النور، كيفك؟ افطرتي ولا ما افطرتي؟ افطرت. راحت عليك سندويشة، كنت راح اعزمك. اسبديك. تعالي اورجيكي لعيونك، راح افتح لك السندويشة. صباحك عسل يا قمر. يلا شكرا يا نور، يسعد صباحك، واكيد صباح كمان والدتك اكيد بتحضرنا معك. يلا رح نجيب المشهد ونبلش. هلا انا هذا المكسيكاني ما بيعجبني، بعد البلدي ما في، فانا رح اروح ايش اسوي؟ عندي مغتربين بالبيت وراح ابسطهم اخر دلال. ممكن انا اعمل دب كاتشب مايونيز ماسترد، وممكن ايش اعمل؟ جواكامولي. هذا للكتاكيت اللي بدي ادللهم. جواكامولي اللي هي خلطه الافوكادو، فعادي بكل بساطه بروح على محلات الديسبوزابل بوادي الرمام، 100 كيس بدينارين، راح امسكها بهالطريقه الحلوه هيك أسهل إشي. شفتوا محلاها؟ عكو؟ نعم صحيح. أخذ الصحون السوداء لو سمحت. يا هاي ولا يلا. فأنا رح ألف لكم كم وحدة يلا عشان تبقوا تفتكروني. يلا شبتكم أفكار خلاقة. إيمان خلايفة يسعد صباحك، ابتسام كيلاني صباح الفل، نايف أبو مالك صباح الفل من الأغوار الجنوبية من غور الساقي. خلنا ناخذ اتصال. يلا صباح الخير. ألو 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 ألو. أهلا وسهلا، سامعينك، مين معنا؟ فراس. أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام منيحة، كيفك أنت؟ الحمد لله تمام، يعطيك العافية. الله يعافي عمرك يا رب. الله يخليك. ممكن أحكي مع الشيف علا؟ أيها عم تسمعك. ألو ألو. الله الشيف علا غاطة بهالشاورما، ما هي فاضية. لا والجبنة سايحة يعني. صباحك عسل يا أمي. هلا ست الكل، يا هلا. يعطيك العافية. أهلا ستي، عافي قلبك. يعطيك العافية، أكيد كل إشي بتعمليه حلو وطيب، بس الشاورما بصراحة اللي عملتيها بالصويا صوص وعصير البرتقال الميكس مع الهديك، ميكس لا قبلها ولا بعد. حبيبتي جربتيها معناته؟ اه لا مش بس جربتها وعلمتها لكثير ناس. يلا ان شاء الله بتعيشي وبتعلمي يا قمر. بس كثير لا احنا من بعدك والله يا حبيبتي. لا حبيبتي في كل بركه، احنا تلاميذكم انت عارفه الصح. الله يخليك يعطيك العافيه حبيبه قلبي. افكار منك. اه ستي بقول كثير بناخذ افكار منك. الله يقدرني وأكمل المشوار، أتمنى. حبيبتي أهلا وسهلا فيكي. شكرا يا. تحياتنا. رنا صباح يسعد صباحك، أم راشد صرايرة صباح الفل. فأشوف إذا في أي أسئلة حابينكم تستفسروا. ما اشتهيتي ولا سندويشة؟ ميثاق مقدادي أنا إيش يسموه معدتي صارت هيك. ام طارق شاهين بتقول البهارات كمان مره، حابه انه تعرف البهارات. زعتر ناشف بهار سيزون لونه اورنج الامريكي، قلت لك الكيس الواحد 15 قرش، اشتري العلبه املرتان ونص فيها مليان تمام من اي مول لونه اورنج عند الملحمه عند البوتشر او فكر بدك تطولي البهار. لا بدي اطول صحني خلص، استنيتك كثير يعني. قال حبيت تذوقي وتطعميني، انا بحب الاشي سخن. يلا ذوقي. يلا ها رح أذوق.
يعني إشي خرافي صراحة يعني، يعني كثير زاكي سلم إيديكي. هاي رح أكملها أنا السندويشة بس لازم أصبح على الناس. أم غسان القرامسة يسعد صباحك. فرصة ناخذ سؤال فرصة ناخذ مشاركات في سؤال. هلأ بقول الاسم بس شفت السؤال، طريقة عمل اليانسونية. سويناها وكان السنة الماضية بالموسم الهجري أو كان عيد المولد النبوي عليها أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم مش متذكرة، بس سويناها بطريقة يعني زي ما بقولوها أخواننا المصريين ما تخرش المية، جربوها كتير زاكي تمام كتير مفيدة كمان. إذن هلأ بصبع عليها اللي سألتنا عن اليانسونية ولكنها موجودة، بتلاقوا كل الأشياء اللي عملتها الشيف علا على اليوتيوب. صح. فداء صباح الفل، أم حسين عبد الله، حمزة العبادي، أم حمزة بركة، صباح الفل، سلمى، الخياط، معزومين ولا شو؟ يا ريت فينا نعزم كل اللي عم بيحضرونا حقيقة، الله بيعلم. تفضلوا. ماجد مزاهرة، علا معايطة، أم رأفت حرباوي، أم راشد سرايرة. بس أشوف السؤال 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 أبو ماريو دبابنة، على قلبكم يا رب وإن شاء الله بتعملوها وبتنبسطوا أنتوا كمان فيها كتير كتير لأنها كتير طيبة حقيقة كتير. أنا بحب أدوق على الهواء حتى أعطيكم الفيدباك. أليكس يا ريتني جبت خبزة إشراك ورجيتهم كيف يقطعوها للشاورما مع الشاورما اللي هي الإشراك كتير 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 أنا بحب طيبة. الشاورما بخبز الإشراك أول مرة بجرب الشاورما بالتورتية بس أنا بصراحة بس بما أني سميتها مكسيكان فمضطرت أستخدم نفس الثيمة على فكرة يعني أنت وبتاكليها لأنه نفس التكستشر شوية قريبين من بعض. ما فيش أبدا مشكلة بالعكس كتير طيبة. ابتهال ترتير من رام الله صباح الفل، أم جميلة يسعد صباحك، هاي رفوع صباح الفل. هلأ بشوف السؤال اللي كنتوا سألينه. أم تامر المجالي يسعد صباحك. أم تامر المجالي بتقولي لو أنا محلك ما بترك السندويشة بضل هي ما بتنترك صراحة بس لازم أكيد أصبع عليكم ولسه هاي ما شاء الله في سندويشات كتار لكل الحبايب. هشام، إيمان، أم محمود الحجوج، أم براء دويكات، عبد النور المساعيد، رجاء السيد، أم فراس ياسين، أم نعيم، أمل زلوم، لوريس البرماوي. وناخذ اتصال. هيا صباح الخير. صباح الفل، كيفك يا هيا؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. كيفك أنت؟ أنا منيحة الحمد لله. الأكلات اللي اليوم عاملينها هاي هالشيف علا أنا ما دخلني دبروا حالكم عن جد شهتون الصبح صباحك قشطة يا قشطة ما شاء الله ما شاء الله أفضل أكلة عندي حبيبتي. أهلا وسهلا فيك يا أمر، هاتي ما عندك قولي لي بتعملي هيك طبق ولا لا؟ والله إن شاء الله ناوي بطبقها إن شاء الله حبيبتي. الله يعطيك الصحة يا أمر. الله يعطيك العافية يطول عمرك ويخليكم حبيبتي. يا هلا تسلمي يا هيا شكرا. أم محمود بني هاني، أم زيد الجبور، حمد بني حمد، تمام. على فكرة أم دهام كمان يسعد صباحكم جميعا. يعني المكونات اللي حكتها الشيف علا كل أشخاص عم بيسألوا بعيدوا إحنا بتقدروا تشوفوها على اللايف زي ما قلنا بعد ما ينزل اللايف بتقدروا تشوفوها على اليوتيوب تكتبوا شاورما مكسيكية بتطلع لكم على اليوتيوب وأيضا من خلال تطبيق تلفزيون الأردني. مكونات سهلة وبسيطة بتقدروا تعملوها وتستمتعوا فيها. هاي شايفين الشاورما بشكلها النهائي بالديكورات ولكن خلينا نروح لفاصل وبعدها بنرجع.